النهارده بالمناسبه كان الاجتماع الفني لماتش الاهلي وصني داب بطل النيجر. كان الاجتماع ده اتعمل في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وحضروا من جانب النادي الاهلي سمير عدلي طبعا المدير الاداري للفريق، ومحمد اسامه ورامي بكر ورأفت ابراهيم اداري الفريق الاهلي، وكمان كان بحضور العميد علاء صلاح مدير امن النادي ومسؤول اللجنه الطبيه بالكاف ومسؤولين عن نادي صني داب. الحقيقه تم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصه بالماتش، ويمكن زي ما قالت ساره في البدايه ان الاهلي هيلبس الزي التقليدي بكره، وفريق صني داب هيلبس اللون الاسود.